كأس العالم هو اللي بيتأهل لعنه. أول ما استلم الإصاصة لحمضان راح أطلق لكم الفيديو بتشوفوه. تظبيط الملاعب كانوا مسافرين مع الإمارات وكانوا رايحين على قطر. وفي بالنسبة للملاعب نعيد صيانة الملاعب وإنشاء ملاعب باستهلاك بعض الأموال الموجودة بالاتحاد الدولي اللي ما حدا استهلكها، وخاص إذا انتهى العام محتمل تروح. فنحن حولناها لطلب بصيانة الملاعب، ملاعبنا، وتحويل بعض الملاعب إلى عشب صناعي. رح يكون في عنا صيانة أو إعادة تأهيل أو إنشاء للحد الأدنى 10 ملاعب. بستغرب إنه بهذا الوقت إنه ما استغلوا فرصة تظبيط الملاعب. اليوم ولا ملعب بالشام صالح ابدا لاقامه اي مباراه. بعد 9 أشهر من هاللقاء لازم يكون منفذ عنا او منفذين 50% من العقد لحد الادنى. يعني لازم يكون عنا اما ملاعب صناعيه او معالجه، ملاعب معالجه حسب مواصفات فيفا، او ملاعب العشبيه هي عدنا تاهيلها شلناها مع التربه ورجعنا عملنا ملاعب تانية. بحاجه بقى الكل يوقف ويأشر للغلط يقول له انت غلط. شفنا طبعا فيديوهات انه راح يكون في استقدام لشركه او لوفد من الاتحاد الاسيوي والاتحاد الدولي، وراح يكون في تجهيز اقل على الاقل يعني ها ملعبين تقريبا. على كل حال شايفين الصور انتم، ملعب طرطوس، وفي صوره ايضا عم يأسروا المي عصر من الملعب. تخيلوا تجيب فوطه وتجيب الله شو اسمه يعزكم سطل وانك تعصر الملعب. تخيل انك تحط وتعصر هيك كارثه كبرى. هذا ما صار الا بالدوري السوري ولا راح يصير باي مكان اخر صراحه. يعني انه نحن هلا موسم شتوي او موسم الشتاء والامطار، الامطار الخير راح تكون موجوده ان شاء الله في سوريا. راح يكون الملعب يعني بشكل سيء جدا. ملاعبنا طب تعرفوا انتم يعني طين، كله طين بشكل عام يعني. وانتم عم تشوفوا الصور حاليا على الفيديو اللي حاطط لكم اياه، هذا يعني امر صراحه يستحق انك توقف 5 دقائق ويعني وتعطيه صفنه صغيره. يعني بتقول نحن وين كنا، وين صرنا، شو كان عندنا ملعب العباسيين، كان عندنا ملعب خالد بن الوليد، كان عندنا ملعب الدير، ملعب الفتوة، كان عندنا ملعب يعني بحما. يعني تخيل انت اليوم كان عندك ملاعب بالشام ما شاء الله بتجنن. اليوم ولا ملعب بالشام صالح ابدا لاقامه اي مباراه. لكل خبر مصدر ومصدر اخباري 963 سبورت، تلك المنصة التي يديرها ابطالا محترفون وعلى راسهم احمد الدلي ذلك الشاب.